التابعة لمحافظة الدقهلية في مطعم بطوط للأكلات البيتي. المطعم قرر يعمل مبادرة كويسة جدا وبدأت إن هو كل الناس تتكلم عليها على مواقع التواصل الاجتماعي. قرر إن هو يعمل وجبات سريعة أو وجبات لمصابي فيروس كورونا. حمادة عبد الجليل وزوجته اللي قرروا إن هم يعملوا المطعم ويساعدوا مصابي فيروس كورونا، وبيتم توصيل الوجبات للمنازل وبالمجان. هيكون معانا حمادة عبد الجليل المسؤول عن المطعم. حمادة أهلا وسهلا بيك في أهل مصر. أهلا بيك يا عمر. كلمنا بقى عن المبادرة الحلوة اللي انت يعني اتكلمتوا عليها وعملتوها واللي الناس كلها بتتكلم عنها. والله واحنا هنا في المطعم اساسا بنعمل وجبات خير، دي بتبقى موجودة معنا في رمضان وموجودة طول السنة بمساعدة رجال الخير هنا عندنا في كرنس. فشوية شوية جات لنا الفكرة ان احنا اما ظهر مرضى كورونا كتير وكده، فبيبقى في ناس انها بتخاف انها تتعامل معهم، فبمساعدة أهل الخير قررنا إن إحنا يبقى فيه وجبات خير ووجبات لمرضى كورونا. وبالفعل إحنا بدأناها وتواصلنا الأول مع طبيب أو أكتر من طبيب عشان نشوف إيه هي الأكل الصحي اللي إحنا ممكن نعملها له. وبالفعل خدنا منهم الوصفات إن الخضار يكون مسلوق والفراخ مسلوقة أي نوع بروتين والسلطة ومعهم الفاكهة بتاعتهم، وبدأنا ان احنا نعمل وجبات ونغلفها بشكل حلو ونوصلها للمرضى. استقبال المرضى للمبادرة دي كانت عاملة ازاي؟ والله هو معظم الناس بتبقى خايفة ان هي تتواصل او تتكلم ان هي تطلب حاجة او كده، زي ما يكون ان مرض كورونا يعني وصمة عار او زي ما انت شايف في معظم الناس بيتعاملوا معاه ازاي. لكن احنا قدرنا ان في بعض الناس تبلغنا وبدأنا ان احنا نوصلها مع توك توك، خد كل اجراءاته الاحترازية وبدأ ان هو يوصل اكل من على الباب ويسيبه ويتصل بيها او يتصل بالمريض، هو بيطلع ياخد الوجبة بتاعته وخلاص. قدرتوا تحصلوا على بيانات المرضى بشكل كامل ازاي، او الناس هي اللي ساعدتكم في كده، ولا انتوا قدرتوا توصلوا البيانات ازاي؟ لا احنا ما خدناش، يعني معظم اللي جالنا اللي دخل يطلب مننا على السوشيال ميديا او اللي بيتصل برقم التليفون او لو في حد من زبائننا او كده يعرف حد بيبلغنا بيه. كلمنا بقى على الاجراءات اللي المطعم بياخدها. هل ان انت شايف ان الناس شافت الفكره دي حاجه كويسه، ولا الناس بدات ان هي تخاف بصفه ان انتوا بتتعاملوا مع المصابين بكورونا، ولا انت شايف الفكره الناس استقبلتها ازاي؟ والله في الاول وفي الاخر احنا بنعمل حاجه خير، فاكيد انت ربنا هيكرمك. بس عرفني بقى فيروس كورونا او المصابين بفيروس كورونا، اكيد انت يعني اتعاملت معهم مش عن قرب طبعا، من بعيد لبعيد، احساسهم بيبقى عامل ازاي، حالتهم النفسيه بتبقى عامله ازاي، ولما بتيجي تودي لهم الوجبات خاصه ان انتوا بتكتبوا عليها كلام احنا شفناه على السوشيال ميديا بيحفزهم على الشفاء والكلام ده، بتشوف رد فعلهم عامل ازاي؟ والله احنا بنحاول ان احنا نرفع من روحهم النفسيه والمعنويه، لان ده اهم حاجه لمريض كورونا، فاحنا بنحاول ان احنا نوصل لهم بقدر الامكان، حتى يعني مع التغليف بتاع الوجبه مع الورق اللي بنكتبه مع اسلوب التعامل اللي بيتم بيه والتوصيل، لحد من اول ما احنا بنستقبل تليفوناتهم لحد ما الوجبه توصل لهم في البيت. الدعم بيكون ازاي، عن طريق ايه للمصابين، يعني مين اللي بيدعمكم في المبادره دي؟ هل ان انتم بتعملوها بتكلفتكم انتم الخاصه، ولا اوقات في ناس بتساعدكم في كده علشان تقدر توصل لاكبر عدد ممكن من الناس؟ احنا زي ما قلت لك ان المطعم شغال طول السنه وجبات خيريه، فالناس اللي كانت بتتبرع معانا بالوجبات الخيريه بقوا بناخد منها جزء نعمله الوجبات لمرضى كورونا. ده بالاضافه ان احنا بنساهم هنا يعتبر يعني بالايد العامله او الايد البشريه معانا ان احنا نوصل لهم الاكل بتكلفه قليله. عرفنا انتوا كم عامل هنا في المطعم، او كم واحد بيقدر ان هو يجهز معاك الوجبات دي، وبتجهز يوميا كم وجبه للمصابين؟ والله انا معايا انا وزوجتي شغاله معايا هنا برضو في المطعم، ومعانا اتنين اخرين بنقوم بتوظيف الشغل كله. بتاخدوا الاجراءات الاحترازيه وانتوا بتشتغلوا، ولا يومكم بيبدا ازاي؟ هل ان كنتوا بتعملوا الوجبات الاول ثلاث وجبات في اليوم، ولا كم وجبه في اليوم للمصابين؟ لا هي الوجبه بتطلع وجبه واحده بتطلع لهم وقت الغداء، وما بتطلعش كل يوم، حسب ما بيبقى معانا تبرعات او بيبقى معانا شغل بنقسم الوجبات على عدد الايام اللي بتبقى معانا. بعد ما عملت المبادرة بتاعت مصابين فيروس كورونا وتوصيلهم الأكل لحد البيت، هل انت شايف ان المبادرة دي عملت حاجات افضل من كده او حاجة كويسة، او انك انت بتفكر انك انت تطور الفكرة لأكتر؟
والله احنا بدأنا الناس اللي كانت بتطلب مننا يعني في جمعيات او ناس بتاخد مننا وجبات خير وبتبيعها، فبدأت ان هي تطلب ان الاكل يبقى فيه جزء من الوجبات ديت يكون مسلوق، وعشان هتوديه لمسنين او لمرضى بعيد عن الاكل التاني اللي كان بيتعمل اذا كان مشوي او محمر او كذا او محاشي او كذا، فهم بدأوا يطلبوا الاكل للمرضى وكبار السن بنفس الطريقة. عايزين نعرف المكونات اللي الوجبة بتبقى عاملة ازاي. والله بيبقى عبارة عن رز بشعرية وبنعمله مسلوق ما بنبخوش بزيت خالص، ومعها برضو خضار سوتيه بيتعمل من غير اي تقلية ومن غير اي زيوت خالص واي نوع بروتين، بس هو اللي فضل زي ما الطبيب قال ان هو يكون فراخ، والفراخ بتكون مسلوقة معهم سلطة خضراء ومعهم برتقان او استفندي كنوع من الفاكهة يكون معهم من في الوجبات. شكرا لكم، مبادرة عظيمة، واتمنى المبادرة دي تكون موجودة في كل المحافظات. ومعنا احمد صلاح احد المساعدين الشيف في المطعم. احمد، كلمنا عن يومك بيبقى عامل ازاي وانتوا بتبدأوا يومكم ازاي او بتشتغلوا الوجبات لمصابي فيروس كورونا. والله واحنا بنيجي نشتغل يعني حتى لما يجي لنا اوردرات شغل تاني بنشتغل بنأجل الاوردرات بعد الوجبات بتاعت الكورونا دي، لان احنا بنشتغل اصلا الوجبات دي بنشتغلها بحب عن اي وجبات تانية، عن اي اوردر تاني بنشتغله بحب، يعني بنكون عندنا امل كده يعني بندي للمرضى احساس ان هم عايزينهم يخفوا. شايف ان حاجه زي دي بتخلي المرضى سعداء او ان كنتوا السعاده دي بتوصل لهم عن طريقكم بالكتابات اللي انتوا بتكتبوها؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، احنا نعمل كده اصلا عشان نحفزهم ان هم يخفوا بسرعه. شكرا لك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ونتمنى المبادره دي يتم تعميمها على المحافظات كتير او في اماكن كتير. كان معكم عمرو علي، شكرا لكم.